يتكرر، 20 يتكرر، 30 يتكرر، 40 يتكرر، 50، 100 يتكرر، 100، 200، 300. قولوا لنا، قولوا لنا كلاما إذا أردنا إدخاله هنا دخل من دون أن ندفع له رشوة. هذا الكلام يحتاج رشوة حتى ندخله. بعض الكلام يحتاج إلى واسطة. يعني أنا عندما أخطئ، أنا 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 أخطئ أحيانا في الكتابة، أخطئ، لكن إذا أخطأت أكثر من 10 مرات في بحث هو 10 صفحات، سوف أتهم نفسي أنه أين الضبط، أين الالتفات، أين الدقة، أين الإتقان. فكيف إذا وجدت نفسي قد أخطأت في نسبة الأقوال 1000 مرة، 1000 مرة؟ من الذي سيعذرني؟ لا أحد. من الذي سيبحث لي عن عذر؟ لا أحد. طبعا سنأتي على هذا الكتاب اللي هو هذا، شوفوا كتاب، كتاب التوحيد أساس جميع المعارف القرآنية، سيد كمال الحيدر. ليس كما يقول هذا البائس صاحب البيان المضحك، يقول والله هذا من كتب طلابه، من كتب طلابه، تضحك عليه. أنا هكذا، هذه صارت بيضاء، ليس من الوقوف في الشارع بل من سبر غوري كتب الحجر قبل كتب الطباعة الحرفية. لا أقول لك أني أوحدي زماني، ولكن من رجاحة عقل الإنسان أن لا يضحك عليه أحد. أنت تريد أن تضحك عليه؟ تقول هذا كتاب كتبه أحد طلاب الحيدري، تفضل، أحد طلاب الحيدري، هذا اسم الحيدري، هذا اسم الحيدري، تفضل، هذا أحد طلاب الحيدري، ما تعرف اسم السيد؟ هذا لا يعمل. الكتاب من البداية إلى النهاية منقول، من البداية إلى النهاية منقول. بماذا تفكرون؟ إذا كان الإنسان يستطيع أن يضحك على الناس، على بعض الناس بعض الوقت، فليس باستطاعته أن يضحك على كل الناس كل الوقت. هذه نكتة أنا دائما أحب أن أذكرها، هذا هم أحد الأخوة دائما يقول لي هذا، صور لي. إذن قاعدة خلوها في بالكم، إذا وجدتم كتاب شيخ جميل البزوني مذكورا فيه كلام مذكور، قصير طويل متوسط الطول، لم ينسبه شيخ جميل، لم ينسبه إلى أحد، فهو كلامه. واضح القاعدة؟ لا تقول والله السيد الحيدري ذكر الفهارس. عزيزي هذه قضية، يعني هذه اضحك بها على ابنك، اضحك بها على عبد عندك، مو تضحك بها علينا. لا تتوقعوا بأن شيخ جميل البزوني لن يكتب كتابا في سرقات الحيدر، لا 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 لا. وإن كنت لست حريصا على ذلك، ولكني أعدكم بأني سأكتب عن الحيدري شيئا كما قال الحيدري، لم يسبقني إليه أحد. طبعا ليس كل ما عندي أنا أقوله، سأكتب عنه شيئا لم يسبقني إليه أحد. كونوا على ذلك.
إذن القضية الأولى، متى يكون الكلام الذي يذكر في كتابي كلامي؟ متى يكون الكلام المذكور في كتابي كلامي؟ متى؟ إذا ذكرته ولم يكن آية قرآنية، ولم يكن حديثا نبويا مثلا معروفا، ولم أنسبه إلى أي جهة، إذن فهو كلام. قليلا كان أم كثيرا؟ قصيرا كان أم طويلا؟ كل الكتاب أم بعضه؟ لا فرق. هذه واضحة. أنا بطبيعة التدريب